مفصلة عن نفسي ونيابة عن السيد رئيس نادي مولودية جبل شمعة أمسدي وكل أعضاء المكتب المسير بجميع فروعه كرة اليد الفوبيتنام وألعاب القوى. ورحب بهذا الحضور الكريم أولياء الرياضيين هذه البراعم التي مثلت شامعة أحسن تمثيل على المستوى الولائي وتمكنت من اللعب أدوار أساسية في البطولة الوطنية رغم أن هذا العام هو عامها الأول في هذه البطولة. أشكر جميع القائمين على فرع الفوبيتنام لفريق مولودية شباب جامعة الذين شرفونا في البطولة الوطنية وشرفوا مدينة جامعة. كذلك أقتنم هذه الفرصة لأهنئ نادينا وأهنئ جميع سكان مدينة جامعة على صعود فريق كرة اليد لمدينة جامعة أمسدي إلى القسم الوطني الثاني. بعد أن احتل المرتبة الأولى في القسم الجهوي طيلة الموسم. وكذلك أشكر كل الذين ساهموا في هذا التتويج وأخص بالذكر وإن كان غائبا عنا الآن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد مزنادة عبد الباري الذي كان سندا لنا معنويا وماديا منذ انطلاق البطولة إلى نهايتها، فأطلب منكم تحياته مجددا. وفي الأخير أعلمكم كذلك أن فرع ألعاب القوى لنادي مولودية جامعة أمسدي شارك للمرة الثانية في البطولة الولائية في الواد وأحرز على 5 ميداليات وتأهل إلى الجهوي، ثم تمكن العداؤون من التأهل إلى القسم الوطني وسوف يشاركون بعد أيام في البطولة الوطنية بخزائن العاصمة، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. إذن أشكر الجميع الحضور وأتمنى أن تمضوا معنا أوقات مريحة وشكرا. نشكر السيد الأمين العام على هذه الكلمة الترحيبية، ونجدد التحية لكم أيها الضيوف الكرام في هذه العشية، عشية اختتام الموسم الرياضي 2012-2013 للموسم الرياضي لنادي مولودية شباب جامعة أمسدي لفرع الفوبيتنام. والذي لا يخفى عليكم فإن أبناء هذا الفرع قد توجوا على المستوى الولائي ب9 شهادات في الفردي وفي المنازلة التقني، وكذلك تحصل المدرب قدير موسى عقبي على المرتبة الثالثة وطنيا في التقني الفردي، ويليه المدرب ميدا محمد بالمرتبة الرابعة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن فرع مولودية شباب جامعة للفوبيتنام ما هو إلا منشأة للتربية البدنية والقتالية بعلم قتالي بحت، وليس بمنشأة للعب واللهو كما يظن البعض وتمضية الوقت. لا، فإنه يعني يعتبر كمدرسة يعني تربوية وتعليمية. والآن نطلب من الحضور الكرام أن يصبروا معنا إلى أن تتم اختتام هذه الأمسية وتسليم الشهادات لمستحقها. أما الآن ننتقل بكم إلى برنامج العرض، لتفضل الشيخ.